السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم سادتنا المشاهدين مشاهدي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم، وإلى هذه الحلقة والتغطية الخاصة من اليمن. سادتنا المشاهدين، في هذه الحلقة ونحن نتواجد في إحدى أهم الأماكن التاريخية والأثرية التقليدية في اليمن، إنها السمسرة. نتعرف على تفاصيل هذه السمسرة وماذا تحويه بداخلها من محلات وتفاصيل أثرية جعلتها من أهم الأماكن التاريخية والمزارات الشعبية داخل صنعاء القديمة. نتعرف على هذه التفاصيل وتفاصيل أخرى وأوفى في سياق هذه الحلقة، لكن قبل الخوض في هذه التفاصيل نبقى مع هذا الفاصل القصير، نعود بعده فتكرموا بالبقاء معنا. Thank you.
ما هي السمسرة؟ ما هذا المصطلح؟ ما هو تاريخها؟ وأيضا منذ متى وأنتم تتوارثون العمل فيها؟ طبعا مصطلح السمسرة إن كانت سمسرة من أول كان جو الرحالة من خارج صنعاء، كان جو هانا، كان جو يحطوا الرحل حقهم هانا، باع وشراء من زيوت القبائل القرى المجاور لصنعاء، تمام. فكان يجو هانا، وكان هذا يعتبرن كغرف لهم للاستراحة، ونازل كان للجمع. وبعد مرت الأيام وهذا، فاستخدموها مخازن للحبوب. بعدها جت فترة من الفترات وأصبحت لصياغة طبعا لصياغة العقيق، وباسم لصياغة الفضة وشغل العقيق. لما تقول لا من البداية يعني محلات لبيع العقيق ماشي، مرت على مراحل في إيه السلسلة. نعم، مرت على مراحل. فكان من أول كان يجي لما سموها سمسرة النحاس، كان يجو ناس، لا أنا طبعا كان بهنا قسم يعني للنحاس، للنحاسية، نحاسية. نعم، لما سموها سمسرة النحاس. لكن كان سمسرة فقط، لكن في ما كنا جيت على مراحل وهذا، كان يجوا يسافروا هنا، كان يجوا ناس لما عم بدأوا يشغلوا في الفضيات والنحاسيات، كانوا يشتغلوا. بعدها تطورت معاه مرور الأيام والزمن. سيدي العزيز، السمسرة، ما هو مصطلح السمسرة؟ المشاهد العربي يود أن يتعرف على معنى هذا المصطلح وما هذه الكلمة وماذا ترمز. بالنسبة لليمن كلمة سمسرة هي تعتبر عيش، سامع، نقول احتواء، تمام. كثير من البيوت في اليمن الطابق الأول يسموه السمسرة، يطرحوا فيها الأعلاف، الأغنام، تمام، كمخزن، فسمي سمسرة، تمام. وبالنسبة للمناطق الكثيرة اللي داخل صنعاء اللي سميت بالسمسرة، هي مثل نقيسها بما أهل سوريا أو مناطق هذه يسموه خان، المنطقة الكبيرة بهذا الشكل سموها خان. في اليمن أو في صنعاء بالذات سموها سمسرة، أي منطقة كبيرة لها عدة منافذ أو محلات أو مخازن بهذا موجود الصدر. معي خلال أيوه العديد من المرات. أيوه طيب، لماذا سميت هذه السمسرة بهذا الاسم؟ هل كانت في بدايتها ربما بهذه التفاصيل، الدور الأول الأعلاف والدور الثاني السكن، هل هذا بدأت بالنسبة، بهذا الشكل؟ لا هذا بالنسبة له عموما. عموما احنا نعرف حتى في البلاد نسمي هذا المنطقة اللي تحت سمزرة. سبب زيارتك للسمسرة وكيف وجدتها؟ والله يا بسم الله الرحمن الرحيم، هي أول شيء منطقة أثرية من زمان نسمع عنها، والآن حصل لنا شرف إن احنا نزلناها ولاحظنا إن فيها حاجات أثرية كثيرة، فضية، يعني منطقة أثرية تستاهل إن واحد يزورها. كان ودي أول مرة أزورها وفعلا تفاجأت، فضيات نادرة وأماكن أثرية، وأتمنى الحفاظ عليها أكثر وأكثر. السمسرة تعتبر منظر حضاري أثري قديم، وتتميز ببيع العقيق اليماني والفضة والبصوغات اليدوية مثل الخواتم التعاليق، الحاجات يعني الأثرية اليمنية، ما نشتري إلا من السمسرة. لماذا برأيك؟ لأنه تحصل أشياء تضيف خاطرك من جهة العمل، من جهة الجودة، من جهة يعني تشمل كل النواحي، حتى من قص العقيق، من العمل، من الصقل، من اللمعة، من كل شيء. كل كم وكم أنت شخصياً تكون حريص وباقي الشباب الموجودين في صنعاء على زيارة السمسرة؟ والله أنا على نفسي يعني كل 5 أيام كل أسبوع واصل لنا في السمسرة. لابد ما تزور لابد السمسرة. ازور السمسرة واشوف جيود، تحصل تغيير، قبل ربما تصلح خاتمك ذا حق اصدقائك، قبل تجيب اصدقائك، يعني حتى انه تغير جو ونزهة. يعتبر كمزار سياحي بالنسبة لك؟ اكيد مزار سياحي ومنظر حضاري. ترجمة
تعتبر مدينة صنعاء القديمة واحدة من أهم وأقدم المدن التاريخية وأعرقها تاريخيا وحضاريا. واشتهرت بالكثير من المعالم والمباني التاريخية والأثرية. ومن المعالم الأثرية والتاريخية في المدينة الأسواق الشعبية والمتاحف والحمامات، كما واشتهرت بوجود عدد من السماسر والتي كانت تسمى سابقا بالخانات السلطانية، حيث كانت تقوم بوظائف مختلفة تصب في مجملها في خدمة التجارة والسوق. لفظ السمسرة لفظ يمني يطلق على السوق الشعبية القديمة المغلقة والمصغرة، والتي تحتوي بداخلها عشرات ومئات من المحلات والدكاكين الصغيرة. كما وإن اسم السمسرة مأخوذ من كلمة درالة، أي بيع وشراء، حيث كان يأتي القبائل من قراهم، وكل شخص ينتمي إلى قبيلة معينة لها مكانها الخاص في هذه السمسرة، وينزل المسافر في المكان المخصص لمدينته أو ناحيته أو قبيلته. مثلاً هناك مكان يخصص لأهل ذمار وآخر لأهل سنحان. ومما يميز السمسرة القديمة في صنعاء عن باقي المباني خارج المدينة هي طريقة البناء والتصميم الهندسي فيها، والمتميز بالطابع الفريد والمبهر بأدق تفاصيله، ابتداء من طريقة تصميم المناور والساحات والمداخل
والدرج، وانتقالاً إلى تصميم التفاصيل الجمالية كالعقود والأقواس والأعمدة والنوافذ والمشارب والقمريات. كما وتمتاز عمارة السمسرة بجماليات الدواخل والتفاصيل الفنية وجودة المواد التي اختيرت في طريقة البناء، من ذلك الجدران والعقود والأبواب والنوافذ، إضافة إلى كون طريقة العمارة تتميز بالتزامها بالطابع والطراز المعماري اليمني القديم، رغم أنها بنيت في عهد حكم الأتراك كما تقول السير والروايات التاريخية في بعض مناطق شمال اليمن، وذلك إبان التواجد العثماني في الوطن العربي. كما كانت تستخدم السمسرة في حين من الزمن مخزناً للتجارة، ومن أوائل الأسر التي استخدمت هذه السمسرة أسرة بني قاسم وبيت عسيلان، إذ كان الدور الأول مخزناً لأهل الحبوب، والدور الثاني للتمور، والدور الثالث للزجاجات، والدور الرابع للقماشات. كما وكانت هذه السماسر في وقت لاحق تقوم بدور المصارف لتبادل العملات الفضية والذهبية والنقود، مثل سمسرة محمد بن الحسن. وبلغ عدد السماسر قديماً في صنعاء القديمة ما يقارب 30 سمسرة، أهمها سمسرة المنصورة وسمسرة النحاس. وتعد سمسرة النحاس في قلب صنعاء القديمة واحدة من أقدم المباني في صنعاء، حيث يرجع تاريخ بنائها إلى العام 1752 للميلاد. هل له ارتباط بالجانب التاريخي برأيك والأثري وأيضا الرمزي الذي يمثل مثلا تاريخ
بنايات أثرية داخل اليمن. يعتبر المبنى هذا من أجمل المباني في اليمن، تمام، من ناحية إيش تفصيله وتكوينه، وعبارة عن 4 طوابق، تمام. حتى لو تلاحظ الطابق الأول كيف هو مرصوص في شكل جمالي لطيف جدا، الطابق الثاني كيف مكون بالعقود حقه، الطابق الثالث عبارة عن مكون فيه مناور، الطابق الرابع عبارة عن ساحة مفتوحة شبه مفتوحة. يعني الغرض منها أنا أفتكر إني كانت إني بنتها دولة معينة، تمام، تصبح في مجال كسياسة، لا تمام، مثل ما نقول إحنا قصر الجمهورية كذا بنفسها، أنا أفكر إني بنفس بالضبط، أيه، مبنى لحكومة. كانت مشغلة السمسرة هذا عدة سماسر، منها سمسرة المنصورة، سمسرة المنصورة معك الحمامة البخارية، طبعا كان كلها باسمه، كلها بنفس النمط هكذا، يعني النمط المعماري حتى. وجدت النفحة التاريخية في البناء، في المعمار، في أيضا التفاصيل الهندسية في السمسرة؟ فعلا موجود هذا، من أنا أعتقد أن المولث الموجود الحديث الآن هي سبب نظرتهم للسمسرة هذه الموجودة الآن، يعني مأخوذة من هذا التصميم. أعتقد هذا الشيء على المحلات الموجودة في المولات الكبيرة، يعني تصميم إيش قام يسببه كسبب السمسرة. أنا على ما وجهة نظري. برأيك هل هناك أشياء تميز عمارة السمسرة اليمنية عن باقي المباني والشوارع الموجودة في صنعاء؟ أكيد الفن المعماري في السمسرة غير أي عمارة في خارج على مستوى الصنعة القديمة، يعني عمل أثري، بناية أثرية، شكل حضاري جديد تميز عن أي بناية. أنت من أبناء مدينة صنعاء؟ أنا لا، ماشي من أبناء من سكان صنعاء. من سكان صنعاء. طيب إذا جاء زوار من محافظات أخرى إليك كضيوف، هل تكون حريص ربما أن تجعلهم يزوروا السمسرة؟ أكيد. كيف يكون انطباعهم عندما يزورون؟ يكون عندهم استغراب شوية في المبنى، في الأعمار، في الشكل، في كل شيء، يعني كأنهم دخلوا منطقة، يعني أول مرة يشوفوا هذا البنايات، الشكل المعماري، التفاصيل الأثرية مثلا، حتى تدخل تحصل في المحلات حاجات غريبة مثلا قديمة، يعني احنا ما شفناها، يعني الكبار اللي كانوا عايشين فيها عليها مثلا الفوانيس القدام، المناظر، المناور، الصور الأشكال الحجرية، يعني عدة حاجة شيء تميز السمسرة عن باقي. ايوه تميز عن، يعني تحسها كأنه حاجة يعني قديمة جدا. برأيك هل يعتبر اليوم مبنى السمسرة مزار سياحي، سواء السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية، قديما وحاضرا؟ هو يعتبر مزار سياحي عالمي فعلا، حتى اليمني عندما كصاحب البلاد نفسه عندما يدخل المنطقة هذا ينبهر بها من جمالها وتصميمها، ما بالك بالسائح الذي عرف الجديد والخرسانة وما أدراك. هل يأتي سواح أجانب؟ هل كان يأتي سواح؟ كان جو بشكل كبير جدا إلى هذا المركز بالضبط. من أي دول عربية وقارئة؟ كان بشكل عام، مش يسعى مختصر، بشكل عام من دول العالم. من دول العالم، حتى رؤساء كثير زاروا هذا المنطقة. السمسرة هل تعد مثابة مزار سياحي؟ نعم، منها أجانب وعرب كانوا يجوا لها من عدة بلدان، حتى الصين، يعني ما تتخيلش، من المحافظة اليمنية، من كل المحافظة. يعني عشق التراث القديم وهذا، يكون لها يعني طعم ثاني، رونق ثاني. التقينا ببعض الناس والزوار وهم يلتقطون الصور التذكارية، وناس يشترون بعض القطع. هل هذه مثلا عادة لمن يزور هذا المكان؟ أكيد، يعني الإنسان كل واحد على حسب يعني انطباعه، يكون عنده يعني يجتني الحاجة الأثرية، يحب إنه يجي للمكان الأثري، لأنه ما عاد وجدا، لأنه من الصعب إنك تلقى حاجة أثرية في مكان حديث، يعني زي ما إحنا نقول لك يعني أماكن يعني متطورة، وهذا صعب إنك تلقى حاجة أثرية فيها إلا النادر، لأنه بيصعب على الشخص، لأنه ما يجي إلا الأماكن اللي هي زي ما إحنا نقول لك يعني لها متداولة من جيل بعد جيل، يعني متداولة مع مرور الزمن، مع أبا عن جد، وتلقى متوارثين الأشياء هذا وماسكين لا حتى ولا إلى يومنا هذا. عندما يأتي السواح الأجانب أو السياح المحليين، ما أهم الممارسات التي يحرصون عليها في هذه السمسرة، من مثلا ثقافة صور حجرية أو شلون، ما
ما الأشياء التي يحرصون على أن تكون حاضرة عند تواجدهم في السمسار؟ أهم شيء لأن المسؤول من الشخص اللي يدخل هنا يبدأ أنه يفعل له نوع من التصوير في مناطق معينة من المركز هذا. يلتقط صورة تذكاري، هذا شيء لابد منه أولاً قبل أن يشتري أو يدخل أي محل. هذا نلاحظهم بشكل عام. بعد ذلك بعد أي مرة ولي يشتري ولي يفعل لفه ويروح ما. أهم ما يحرصون على شراء. ما بش حاجة معينة بس أكثر حاجة هالعقيق والفضة خواتم. هذا الحاجة أيوة لأن سمعة اليمن معروف العقيق قديما وحديثا العقيق اليمني من أجمل أنواع الأحجار في العالم. وفيما بعد أصبحت مركزاً لأحياء التراث والمحافظة على النشاط الحرفي والتقليدي ومزاراً سياحي ومعرضاً لتسويق المشغولات والمنتجات الحرفية والتقليدية والتي تصنع فيها يدوياً ومركزاً تعليمياً حيث تخرج منها الكثير من الكوادر الحرفية والتي امتهنت العديد من الحرف مثل صناعة العقيق اليمني والفضة والنسيج. فالسمسرة لها الدور الكبير في إحياء التراث والمحافظة على النشاط الحرفي. سمسرة النحاس يعتبر الطابق الأول من الحرفيين القدامى، في منهم من يمارس المهنة في المنزل طبعاً، وفي منهم من بيشتري جاهز من اللي بيصلحه، في يعني عبارة عن شبه تجارة وحرفة في نفس الوقت. في معنا في الطابق الأول قسم صياغة الفضة، طبعاً هذا القسم يعلم في مجال الصياغة، عندنا في مجال الصياغة نعلم سنة كاملة، وفي عندنا الطابق الثاني عبارة عن ورش. أكثرها كما تلاحظوا الصياغة أكثرها بالذات ومجال العقيق صقل العقيق. وفي عندنا أيضا قسم الفضة كان في الطابق الثاني بس للأسف سيطروا عليه باعوه للغير وطلعوا قسم العقيق في الطابق الرابع في منطقة الإدارة ما سميها الإدارة. يعني الطابق الثالث كان عبارة عن اللي كان يشتغلوا في النحاسيات واللي يشتغلوا في التصوير هذا الرسم باليد. الطابق الثالث كان بهذا النمط. وفيه قسم الخشب كان يعلموا الخشب، يعني نقشات بالخشب، عمل حاجة كثير الأبواب. الرسم والنقشات كلها تعود لرموز تاريخية. هذا أكيد كلها مبنية ومستخلصة من أيش التراث اليمني بشكل عام. فعلا احنا تأثرنا بما حولنا أو الخارج. الله خير دريتوا كيف؟
لان اصبحنا العالم كله قريب واحد، ما عبش حواجز. لو وضعتنا والساده المشاهدين فضلا حول ما تبقى من هذه السمسره من اقسام وايضا من محلات ودكاكين وماذا يباع فيه؟ طبعا معك كل دور في عده محلات، منهم الصياغه بالبسمه، طبعا بيع الفضيات والخواتم. الدوره الثانيه فيها معامل يعني بعدد الاصابع، منها صياغه فضه وعقيق. والدوره الثالثه كذلك فيها صياغه فضه وشغل عقيق، كمان معمل عقيق. والدوره الرابعه وتوزعت المهام التي تقوم بها السمسرة على 4 وظائف رئيسية حسب الخدمة التي تؤديها، كالمخازن للبضائع الموجودة في سوق صنعاء والوافدة من خارج صنعاء القديمة. ووفقاً لبرنامج الحفاظ على مدينة صنعاء القديمة، فقد تم اختيار هذا المبنى ليكون مركزاً للتدريب والتأهيل والصناعات الحرفية والتقليدية وعرض وتسويق المشغولات والمنتجات الحرفية التقليدية التي تصنع فيها يدوياً. ومنذ زمن قديم وحتى اليوم أصبحت السمسرة تمثل رمزاً وعنواناً للنشاط الحرفي، كما وأن المركز يضم 5 أقسام رئيسية، وهي قسم الأحجار الكريمة والعقيق، وقسم صياغة الفضة، وقسم الإكسسوارات التراثية، وقسم النحت على الخشب، وقسم الجلديات. وقد تخرج من مركز سمسرة النحاس كوادر حرفية في مجالات عدة مثل صناعة العقيق وصناعة الفضة وصناعة النسيج. وكانت هذه السمسرة في وقت ليس ببعيد تكتظ بالسواح والأجانب والمشتريين، إلا أن الحرب والعدوان على اليمن تسبب في تراجع الإقبال عليها وانعدام شبه كلي لتواجد السياح الأجانب أو العرب الذين كانوا يملؤون أزقتها ومحلاتها. ومما لا شك فيه أن هذه السمسرة ورغم كل الظروف التي تمر بها اليمن فإنها صامدة وماثلة، تمثل صمود وشموخ اليمني وعراقته بعراقة مبانيها وتفاصيلها. بالنسبة للمركز هذا هو مشهور من قبل على أساس كصايغين، تمام، واللي بيصلحوا العقيق في الحاجات هذه. أيوة الحرفي، المهارة العالية، لأني مثلا أنا حرفي لـ 33 سنة
مدرب في مجال الفضة، تدربت ما يقارب 18 سنة في الطلاب اللي علمتهم. كان يجي طالب مثلا عمره 12-13 سنة، الآن عندي الآن معلم سنوات بيشتغل، لأنه عندنا بالفعل كلمة سائق، ما نحن كلمة سائق إلا إذا بلغ مثلا في 10 سنوات إلى 15 سنة نسمي سائق، أقل من ذلك ما قد نسمي سائق. هذا بالنسبة لأني أتعب الحرف الصياغة، الجلديات ليست متعبة في الذات، العقل كذلك، الخشبيات، بس كلما طال الوقت كلما أصبح الشخص مسكور في المهنة متفنن عن غيره. المقتنيات الأثرية الموجودة في السمسرة ومحلاتها والعقيق وأيضا المقتنيات والرموز التاريخية، هل تستطيع بسهولة أن تجد مثلها خارج السمسرة؟ لا ما أعتقد، ما في شيء أنت موجود عندنا في أبس، ما تلاحظ حتى ولو 5% على الموجود في السمسرة. ما هنا يختلف عن خارج السمسرة؟ في حاجات قديمة، في حاجات يعني نادرا ما تشوفها إلا في السمسرة، يعني ما في باش الغشمة، في باش في العقيق اليماني، فيها الفضي الأصلي، فيها يعني حاجات يعني حلو جدا. هل أثرت ظروف الحرب والعدوان عليكم من خلال الإقبال على السمسرة كمزار سياحي والبيع والشراء فيها؟ وهل استطاعت مثلا الحرب والعدوان أن يوقف حركة البيع والشراء، أنها ما زالت مستمرة وصامدة كصمود باقي المجالات والنواحي الحياة في اليمن؟ والله بالنسبة للحرب والبيع والشراء هي صح إنه وقع ضرر، يعني ضرر كبير من شان البيع، من شان الزيارات، السياحة، كل شيء وقع، يعني ضعف بنسبة 80% أو 90%. حتى الآن شوف حصل ما في شيء، لا حاجة بسيطة من زوار، من بيع وشراء، من حركة السوق، بس ما زال إحنا صامدين الحمد لله، يعني عندنا ثقة برب العالمين، عندنا صمود، الحركة جارية برغم أي عدوى. هذا يدل لك على أن الشعب اليمني صامد، وهذا تدل على رمزه وعراقته، هذا الشعب اليمني من حمير وزبع، الحفاظ على هذه الموروثات. نعم، وهذا المقتنيات بها أثرية جدا وموجودة في المتاحف عندنا، وهذا فخر لنا لما يكون عندنا هذا الأثر. لأن شوف دحين معظم الذي تعوب أن معاهم ينسبوا لهم الآثار، ما بيش معاهم آثر بالأصل، إلا ينسبوا لهم آثار إنه من عهد أجداد ما قدر نتنسل، إحنا من آلاف السنين. طيب عملية البيع والشراء وإقبال الناس على شراء المقتنيات الأثرية وأيضا أحجار العقيق والفضة، هل تتراجع أم تتزايد مع استمرار ظروف العدوان والحرب والحصار عليكم؟ والله نسبيا يتراجع مع الحرب والعدوان، فالحمد لله. يعني سمع أنا أقول لك يعني في هذا، يعني نحمد الله ونشكره، يعني عاد يعني حاجة بسيطة، ما زال مظهر الاقتتال والشراء والبيع متواجد. الحمد لله. سيد العزيز، برأيك هل الإقبال على زيارة السمسرة والشراء منها تراجع مع دخول سنوات الحرب والعدوان عليكم؟ وهل هذا التراجع سبب توقف تام أم أن الحركة ما زالت مستمرة؟ هذا شيء طبيعي، لو نجي نحسب الدائم من الحروب أو المشاكل، تمام، هي تضعف من القوة الشرائية أولا، تمام، والوافدين كذلك، هذه بدها تحصل على أساس الحرفيين هذه. وفي معانا شق ثاني هو الأهم، تمام، في عندنا الآن بيصلحوا بيشتروا فضة مثلا من تركيا، بيصلحوا فضة هنا بالمكاين إنتاجية، أصبح الصايغ يلا يكافح لقمة عيشة. Thank you.
وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا وتغطيتنا لهذا الأسبوع، وإلى أمل الملتقى في تغطيات قادمة من اليمن. تقبلوا مني أنا عبد الولي البخيتي خالص التحايا، دمتم في أمان الله.